والوقاية من فتنة المسيح الدجال لها سببان، سبب حسي وسبب معنوي. أما السبب الحسي فمعرفة صفاته وأنه رجل وبشر، آتاه الله عز وجل هذه الآيات امتحاناً وابتلاءً واختباراً. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من صفاته أنه أعور العين اليمنى، وفي رواية أنه أعور العين اليسرى، والجمع بينهما أن كلتا عينيه فيها عيب، لكن الذي انطمس ضوءها ونورها هي العين اليمنى. مكتوب على جبينه كافر، كاف فاء راء، يقرأها المؤمن الكاتب وغيره، حتى الذي لا يعرف أن يقرأ يقرأ هذه الكلمة كافر. أما السبب المعنوي للوقاية من فتنة المسيح الدجال فتكون أولاً بالتعوذ بالله عز وجل من فتنته، اللجوء إلى الله والاستعاذة به سبحانه وتعالى من فتنة المسيح الدجال. ولهذا شرع للمؤمن في آخر صلاته أن يتعوذ بالله عز وجل من أربع، ومنها فتنة المسيح الدجال. ومن أسباب الوقاية من فتنه أيضاً أن يقرأ عليه 10 آيات من أول سورة الكهف، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.